فيما يخص إحصائية الإصابات، ففي خلال 24 ساعة الماضية ثبتت إصابة عدد 151 حالة بمرض كوفيد 19 والذي يسببه فيروس سارس كوف 2. الحالات المرتبطة بالسفر بلغ عددها 12 حالة. 9 حالات منها لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، وحالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لتركيا، وحالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لجمهورية مصر العربية، وجميع الحالات كانت قادمة ضمن المرحلة الأولى من رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة. أما فيما يخص الحالات المخالطة لحالات ثبتت إصابتها بمرض كوفيد 19 فقد بلغ عددها 132 حالة. 5 حالات لمواطنين كويتيين و60 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و25 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية و13 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و11 حالة لمقيمين من الجنسية الإيرانية و3 حالات لمقيمين من الجنسية اللبنانية و2 لمقيمين من الجنسية الأردنية و2 لمقيمين من الجنسية السريلانكية و2 لمقيمين من الجنسية الباكستانية و2 لمقيمين من الجنسية الفلبينية و2 لمقيمين من الجنسية النيبالية و2 لغير محددي الجنسية، بالإضافة إلى حالة لمقيم من جمهورية أوزبكستان وحالة لمقيم من الجنسية الأفغانية، والحالة الأخيرة من الحالات المخالطة هي لمقيم من الجنسية السورية. ورصدت 7 حالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم، 2 لمواطنين كويتيين و2 لمقيمين من الجنسية المصرية و1 لغير محددي الجنسية و1 لمقيم من الجنسية الهندية و1 لمقيم من الجنسية البنغلاديشية. وبذلك يصبح مجموع عدد الحالات التي تأكدت إصابتها بمرض فيروس كورونا كوفيد 19 في دولة الكويت عدد 2399 حالة، وأن الحالات التي تشافت من مجموع هذه الحالات بلغ عددها 498 حالة كما ذكرنا. كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة وهي لمواطن كويتي يبلغ من العمر 41 سنة، كان يعاني من بعض الأمراض المزمنة وقد أصيب مؤخرا بمرض كوفيد 19 وكان يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة منذ 28 يوم، ومنذ 3 أسابيع لم تكن حالته مستقرة وتم توفير الرعاية الطبية اللازمة له منذ دخوله للمستشفى. نسأل الله له وللجميع الرحمة. أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة ففي 24 ساعة الماضية تم تحويل حالة واحدة من العناية إلى الجراح، وتم دخول 7 حالات جديدة للعناية المركزة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة والتي ذكرناها. أصبح الآن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 55 حالة، منها 33 حالة مستقرة و22 حالة حرجة. إذن الحالات التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة عبر الفرق المتخصصة والمعنية في مباشرة الحالات المصابة بمرض كوفيد 19 بلغ عددها 1887 حالة. نحن نذكر وبشكل يومي الإحصائية اليومية للإصابات ولحالات الشفاء، ونعرج على ذكر الوضع العالمي والإقليمي مع ذكر بعض النسب ذات الصلة. من المهم جدا أن ننظر لأبعاد هذه الإحصائيات، فهي ليست أرقام مجردة تذكر وننتظر هل الرقم
صعد اليوم أو نزل، فوراء كل رقم نذكره نفس بشرية، ووراء كل نفس بشرية أسرة تنتظر هذا الإنسان. لذلك يجب أن يتم تحويل كل رقم إلى معلومة، والمعلومة يجب استثمارها إلى إجراء يتخذه كل منا في حياته، كوننا جميعا شركاء أساسيين في هذه المسؤولية المشتركة في الحفاظ على الصحة العامة. اليوم على سبيل المثال بلغت عدد الحالات المخالطة 132 حالة من مجموع الحالات، وهي 151 حالة، أي بنسبة 87% للحالات المخالطة فقط. إذن هذا يعزز التوصيات والتدابير التي كنا ولا زلنا نحض على الأخذ بها، فالأمر غير قابل للتهاون نهائيا، وضريبة التهاون شهدت في مناطق عدة حول دول العالم. وإذا كنا سابقا نعبر عن الحب والاحترام في القرب، فنحن الآن في مرحلة مهمة يجب أن نعبر فيها عن الخوف والاهتمام في البعد. التباعد البدني مع المحافظة على الروابط الاجتماعية ومراعاة الصحة النفسية لك ولغيرك. نسأل الله السلامة والشفاء للجميع. شكرا لكم، وسيجعل الله بعد عسر يسرا.